احنا هدفنا من هذا المسار كامل هو كشف حقيقة الاغتيالات السياسية، لأنه هذه مسألة تتعلق بالعمل السياسي والصراع السياسي في تونس، واطمئنان الأطراف المتخاصمة داخلها لبعضها البعض. اثنين، احنا عشنا 11 سنة على وقع جملة من التواطؤات وجملة من الأفعال اللي كان هدفها إعاقة كشف الحقيقة و معناها التستر على بعض الأطراف اللي كانت ضالعة في عملية الاغتيال. بعد جهد جهيد بذلته هيئة الدفاع وصلنا لهالجلسة اليوم اللي تزامنت مع يوم رمزي اللي هو ذكرى 6 فيفري، ذكرى اغتيال الشهيد شكري بالعيد. هو الحقيقة يلزم وضع الأمور في إطارها. 6 فيفري عنده الرمزية، 6 فيفري اختاروه القتلة، اختاروه الإرهابيين، اختارته السلطة اللي كانت متورطة في عمليات الاغتيالات المتلاحقة. وإحنا هنا ما عادش نحكيه على شكري بالعيد في رمزيته فقط، بل نحكيه على شهيد، معناه شهيد وطن. النزيف هذا لابد أن يتوقف بإعداد الملف للمحاكمات. بدأ الاستماع للمتهمين اليوم. احنا نتمناه ان هذا المسار يتواصل بشكل عادي في اطار من المحاكمة العادلة والشفافة اللي تضمن فيها حقوق الجميع، وفقا ما كان يدافع عليه الشهيد شكري بالعيد ذات نفسه في بالنسبة ليه وبالنسبة لخصومه وحتى اعدائه، لانه احنا نحبه تحمل المسؤوليات ويحاسب المجرمون على ما اقترفت ايديهم في حق شهيد شكري بالعيد وفي حق تونس. هل المناسبة كافية الآن معناها في إطار 6 فيفري فقط، أم أنه لابد من مجهود إضافي؟ هذا يبقى للتاريخ ويبقى معناها سؤال معلق، لأنه من وجهة النظر نتاعي الشخصية الذاتية أنا نعتقد وأنه مازال الملف غير جاهز للفصل فيه انطلاقا مما توفر. برشا أعمال مازالت ما تنفذتش، هل المحكمة باش تتراجع على تنفيذ هذه الأعمال أو تتراجع على معناها الأحكام التحضيرية؟ يبدو لي وأنه أسئلة كثيرة لابد وأن يجاب عنها أو تجيب عنها المحكمة وسير المحاكمة في لاحق الأيام.